الجزء الثاني ان شاء الله في الجزء ده نتكلم فيه عن تصميم الكاميرات. مبدئيا عشان تبدا تصمم الكاميرات تبقى اللزوم بتاعتها والشيل والتورشن والكلام ده وتبدا انك تعمل لها نمذجه، فانت محتاج اول انك تعرف كتفاصيل تسليح ايه هي التيبيكال ديتيل لنماذج التسليح المختلفه للكاميرات. وانا عندي كام نموذج كتسليح كاميرا مختلف عن نموذج ثاني وثالث وهكذا. مبدئيا انا عندي اربع نماذج تسليح للكاميرات. عندي اول كاميرا، لو كانت الكاميرا دي كاميرا سمبل المفروض العزم بتاعها يبقى جاله سرعه 8، فالمفروض انك بتحط الحديد السفلي بتاعك يغطي العزم الموجب، وبتيجي تعلق هنا حديد اسمه تعليق كنات ده عشان الكنات تتعلق فيه. حلو الكلام؟ طيب تعال نمسك الحديد السفلي للكاميرا السمبل. الكود قال لك عشان تحط تسليح سفلي للكاميرا السمبل فانت برضه قدامك انك تعمل حاجه من الاثنين، لا اما انك تحط الحديد بتاعك بكامل طول الكاميرا، لا اما انك توفر جزء وتمشي جزء. قال لك لو انت هتحط حديد بكامل الكاميرا يعني ده معناه ان العزم بتاع الكاميرا مثلا وليكن كان 20 طن متر، فده ممكن تحتاج 6.16. فقال لك لو انت مش هتوفر هتوقف ما هتمشي ال 6.16 من الاول للاخر. قال لك انما لو انت هتوفر، قال لك لو انت هتوفر بتتبع الايه؟ الكونديشنز التاليه. اول حاجه انك على الاقل هتمشي تلت الحديد من البدايه للنهايه. يعني لو الكاميرا الحديد بتاعها كانت محتاجه تبقى العزم 6.16 فانت على الاقل 60.16 هيكملوا من النهايه من البدايه للنهايه. والماكسيمم تلتين المساحه هتقف على مسافه 1/10 من طول الكاميرا يمين وشمال. يعني ببساطه كارقام، يعني لو كان الحديد بتاعي 6.16 والكاميرا دورها 5 متر، كنت قال لك المينيمم اللي يوصل من ركيزه لركيزه 2.16، والماكسيمم اللي تاكل من طوله هيبقى 4.16 وهيبقى طوله بدل 5 متر 4 متر. هتاكل منه نص متر يمين اللي هو 1/10 من 5 ونص متر شمال. مين اللي قال الكلام ده؟ اكيد الايه؟ ها اكيد الكود. تعال نروح نبص على الكود. الكود هتلاقي الكود هنا اهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت هتقدر توفر فانت على الاقل تلت المساحه توصل من ركيزه لركيزه، والماكسيمم تلتين يقف على مسافه معينه. المسافه دي قد ايه يا باشمهندس؟ 1/10 من طول الكاميرا. ده الكود اللي بيقول كده. طب انا دايما بشتغل ازاي؟ الكود بيقول كده اهو. انا دايما كعبد الرحمن بشتغل عشان اسال على نفسي نص ونص، يعني في التصميم بعد كده اوريك كجداول. بخلي نص المساحه بتاعت الحديد بكام طول الكاميرا ونص تاني ايه؟ اكل من طوله شويه طبقا للكونديشن دي. مفهوم القاعده؟ طيب بالنسبه للتسليح العلوي، الكود قال لك بالنسبه للتسليح العلوي فانت بتحط حديد تعليق كنات. طيب المفروض ان انا كان عندي هنا عزم كنت قد ايه لو الناس فاكره؟ ده بسرعه كام؟ على 24 في البدايه والنهايه. العزم ده مش هتحط له حديد، احنا في المكتب بنشتغل كالاتي، بنحط تحديد حديد علوي تعليق كنات. القيمه بتاعته على فكره طبقا للكود كان ستيل كومبريشن كانت بتساوي 1/10 ل4/10 هي السي تنشن. دايما كنا بناخدها تقريبا 2/10. واحيانا بناخدها بشكل تقديري كده 2/12 3/12 وهكذا. هنشتغل ازاي بقى؟ هنحط الحديد بتاعت عليه كنات زي ما هو بالشكل اللي قدامك ده، وباجي اضاعف الحديد ده في البدايه والنهايه. يعني زي ما كان تعليق كنات هنا 2/12 هنحط في البدايه كام؟ مع ال 2/12 يبقى 2/12 تانيين، وفي النهايه نفس الايه؟ نفس الكلام. طب الحديد ده هيحط الطول قد ايه؟ طبقا للكود قال لك الطول ده بيساوي كام؟ 15% من طول الكاميرا. مفهوم يا باشمهندس القاعده دي ولا لا؟ يبقى انت في الزون دي حطيت كام في 12؟ 4 في 12، 2 تعليق كنات و2 ايه؟ و2 ضفتهم. طب انا ايه السبب؟ مبدئيا يا باشمهندس اللي انت بتقوله ده غلط. ليه غلط؟ لو حضرتك بصيت على الكود هتلاقي التفصيله اللي مرسومه هنا للحديد العلوي غير التفصيله دي. الكود هنا بيعمل ايه يا شباب؟ صلى على النبي. الكود بيقول لك انت هتحط حديد تعليق كانت في نص الكاميرا نفسها، ودي تحط الحديد طبقا للعزم بتاعك السالب في البدايه والنهايه. الكلام ده على ارض الواقع ما بيحصلش. ليه؟ لان احنا مش هنيجي نصمم الكاميرا على 24 عشان نعرف قيمه الحديد اللي هنا، صح ولا لا؟ بالتالي بنعمل احنا كده تبقى جديد في المكتب، بنقول والله احنا هنحط الحديد تعليق كانت من البدايه للنهايه، هو ضعف في الاول والاخر عشان ابقى ضامن ان الحديد اللي هنا يغطي الايه؟ العزم السالب. اللي لو عملت 16 نسبه تناسب العزم السالب هنا كنت كام؟ ده مش 24، والعزم الموجب هنا كنت كام؟ ده مش 8. ده معناه ان العزم السالب تلت العزم الموجب. ده معناه انك محتاج تحط حديد هنا كومبريشن تلت الايه؟ تلت الحديد التنشن. مش عارف تفرق شويه اكتر ما بين السالب والمومنت، صح كلام ولا لا؟ وبالتالي عشان تحقق فكره ان انا حطيت هنا حديد يغطي العزم ده 24، فانت محتاج انك تحط حديد تعليق كنات وتزود عليه نفس المساحه ايه؟
في البدايه والنهايه بتقول 15 مللي من طول الايه؟ من طول الكاميرا كده. فهمت الفكره دي؟ ده بالنسبه للموديل رقم واحد كتيبيكال ديتيل. باشمهندس انا بكلمك على ان انا كان عندي كاميرا بحرين دي بتسمى موديل رقم 2 او نموذج تسليح رقم 2 اهو. المفروض ان الكاميرا دي بيكون ده الشكل العزل بتاعها صح يا هندسه؟ بقى وقلت لها عشان اسلح الكاميرا دي بحط هنا حاجات دي غطي العزل موجب. ونفس الكلام البحر الثاني بنفس الجرده، لا اما انك تمشي كله لا اما انك ايه؟ توقف جزء وتمشي جزء. بعد كده بنحط هنا حديد تعليق القناه ونضاعف المساحه هنا ونفس الكلام الناحيه الثانيه. وتيجي بقى هنا يا باشمهندس تعمل ايه؟ تحط الحديد اللي غطي العزل ايه؟ العزل السالب. وتيجي هنا بقى تسال نفس السؤال يا باشمهندس، هو حديد العزل السالب بتاع الكاميرا هل ينفع امشي جزء واقف جزء؟ الكود قال لك اه. لو انت رحت في الكود على الكاميرا المستمره هتلاقي الكود بيقول لك السيخ ده برضه انت ممكن تمشي التلت ويبقى طول السيخ قد ايه؟ فاكرين في البرطات طول السيخ هنا كام؟ ربع البحر يمين وشمال. لازم الكاميرات تلت البحر يمين وشمال. تلت البحر الاكبر من الشمال. لا المفروض الارقام اللي انا بقولها دي تحفظها زي اسمك. كود هنا قال لي اجابه يا باشمهندس تلت الايه؟ بي دي قد ايه يا شباب؟ تلت البحر الاكبر يمين وشمال. فقال لك انا ممكن امشي المساحه دي كلها تلت يمين وشمال على حسب كنت عايز اسالك او ان انا امشي تلت المساحه التلت يمين وشمال واوقف تلتين المساحه على حسب الكام؟ الخمس يمين وشمال. في الشاب من الكلام ده قال لك ممكن تمشي التلت وتوقف التلتين يبقى طول التلتين ده على مسافه كام؟ الخمس يمين وشمال. يبقى نفس الفكره بتاعت التوصيل في الحديد السفلي ممكن اعرف حديد ايه؟ يعني انا اسالكم بقى سؤال، اسالكم سؤال، ايه الفرق بين تفصيل تسليح الكاميرا دي والكاميرا دي؟ او النموذج ده والنموذج ده؟ للتوك للتفريد اللي رسموه قدامكم. ايه الفرق بين التوك دي؟ ان يعني ايه انا دي معلومه انا عارفها يعني تفريد الحديد ايه الفرق؟ كيمو الار اس ان نيجاتيف عصام صح. انا هنا في عندي تسليح حلو يغطي عزم سالب المفروض ان ده الفرق ما بينه وبين ايه؟ ما بين الكاميرا دي صح الكلام ولا لا؟ طيب انا النموذج رقم ثلاثه عندي، النموذج رقم ثلاثه عندي يا شباب هو نموذج الكاميرا الكونتينوس ثلاث بخور او اكتر. عندي ده شكل العزم بتاعي وده لوجيك بقى خلاص هيكون شكل ايه؟ هندسه هيكون شكل التسليح وده الحديد اللي يغطي العزم السالب معايا كده؟ وده التسليح اللي هيغطي تعليق ايه؟ اللي هيشيل تعليق الكنات وده الحديد اللي هيتضاعف في البدايه والايه؟ كده حد عنده مشكله؟ لما نسال نفسنا سؤال ايه الفرق بين النموذج ثلاثه والنموذج اثنين؟ طبقا لتفريده الحديد اللي قدامك او تقطيع الحديد اللي قدامك ايه الفرق بين موديل ثلاثه وموديل اثنين؟ يعني ليه دي نموذج ودي نموذج ثاني؟ عشان كده كده العزم الموجب اقل ايه؟ عزم الموجة بقى لك نص لا ما شاء الله. ايه الفرق كتقطيع؟ بين تقطيع تقطيع الحديد ده وتقطيع الحديد ده؟ ان انا عندي في النيجاتيف قسمت نصين الفرق عملت التلت والتلتين كتقطيع لا فرق كتقطيع ان انا عامل هنا بحر داخلي فده خلى ان دي كده تبقى نموذج ثالث. اخر نموذج عندي مختلف كحديد تسليح حد يقدر يقوله؟ الكابولي صح الكانتليبر او الكابولي اللي هي الشوكه هنا عارف قد ايه؟ مره ونص من طول الايه؟ الكابولي بتاعي وادي الحديد تعليق كانت وادي المضاعفه وادي الحديد اللي هيغطي العزم الموجب جوه. لحد هنا في اي سؤال؟ بالمناسبه يعني الكابولي العزم بتاعه هو عزم سالب فلو انت طلع معاك العزم بتاعك وليكن محتاج حديد 6x16 انت مش محتاج انك تشغل ال 16 شوكه انت ممكن تخلي 2 16 شوكه والاربعه تاني ايه؟ ما تلفهمش في التسليح السفلي، ما انت مش ما عندكش اصلا عزم موجب. ايه لازم التسليح السفلي ده عشان بس ليه تعمل شوكه؟ عشان يبقى تعليق كارتي تحت. فانت مش محتاج السته كلهم يعلقوا كارات، انا بالنسبه لي ايه؟ كتوفير حديد دي بالنسبه لي بس في كورنر كل جانب، وبالتالي الباقي بيعملوا ايه؟ بيعملوا كحديد بيغطي العزم السالب فقط. هي فهمت قصدي ولا لا؟ كده عندي كام نموذج للتسليح؟ اربع نماذج. يعني اربع نماذج يا باشمهندس؟ يعني انا لو عندي كاميرا سيمبل خالد كاف واحد ما ينفعش في اي حال من الاحوال كاميرا نموذج رقم اثنين او ثلاثه او اربعه تاخد كاف واحد. ليه؟ لان تقطيع حد هنا
غير هنا غير هنا غير هنا. لو دي خدت كاف واحد فنموذج من دي تاخد كاف اثنين ودي تاخد كاف ثلاثه ونفس الكلام اربعه خمسه سته نفس الكلام وهكذا يعني. مفهوم القاعده لحد هنا؟ زي الفل. نسال سؤال، امتى النموذج يتكرر؟ يعني امتى قابل واحده كاف واحد وقابل واحده عدد كاف واحد؟ ده بيحصل لو انطبق حصل اتفاق الشرطين الثانيين الجايين. ايه هما؟ اول حاجه ان يبقى النموذج المتكرر ده نفس الموديل في التسريح. يعني ينفع كاميرا سيمبل تاخد كاف واحد وبعدها كاميرا سيمبل تاخد كاف واحد. بس في حاله لو الفرق بين العزم الكاميرا دي وعزم الكاميرا الثانيه جاب فرق حديد سيخ واحد بس. مش فاهم. نقول ارقام. يعني مثلا العزم بتاع الكاميرا السيمبل ده يا باشمهندس مصطفى كان 8 طن متر. فاحتاج التسريح 3.16. قابلنا بعد شويه في السنه بتاعي كاميرا عزمها 12 طن متر. احتاج التسريح 4.16. ودي كانت كاميرا سيمبل ودي كاميرا سيمبل. الاثنين ياخدوا كف واحد على 4.16. انما لو كان عندي كاميرا سيمبل احتاج 3.16. وقابلتني كاميرا سيمبل بعدها احتاج 5.16. لو انت اشتغلت الاثنين نفس النموذج كده انت مش متوفر في الحديد. ساعتها دي تاخد كف واحد ودي تاخد كف اثنين. انما لو لقيت عزم من هنا شبه اي عزم من هنا، ده نموذج وده نموذج. ليه؟ عشان قطاع الحديد مختلف. كده تم القاعده دي. تعالى نبدا نطبق بسم الله. عشان ابدا اصمم الكاميرات على العزم بتاعها اروح افتح الموديل بتاعي واقول له والله اظهر لي العزم بتاع الكاميرا نفسها الميجر مومنت، واقول له شو فاليو، واقول له التيميت كومباينيشن، واقول له ابلود. بسم الله. ونروح نبص على الايه؟ على اللوحه بتاعتنا. لو انا دلوقتي عايز ابدا انمزج القمر ده، ابدا انمزجه، فعود نفسك دايما انك بتبص اللوحه زي ما قلنا قبل كده من هنا، وبالتالي بتشتغل على الاكس من السايد ده والواي من السايد ده. دايما عود نفسك نمزج كل اللي في الاكس الاول، بعد كده تخش على الواي عشان ما تلخبطش نفسك. اشتغل الاول اكس بعد كده تخش على الواي والعكس. ما تشتغلش وانت ماشي اكس واي مع بعض، وامشي اكس اكس. فالمفروض ان اول كاميرا عندي هي ايه؟ هي الكاميرا دي. حد يعرف الكاميرا دي كانت نموذج تسليح رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ دي الكاميرا دي. لا دي فيها سلم من صوت تاني. دي ايوه دي كانت الكاميرا سلم. موديل كام هنا؟ وتاخد نموذج كام لوجيك؟ كاف واحد. ده اول رقم عندنا كام؟ كاف واحد. دي فيها تغيير دي؟ ها؟ اوكي كاف واحد. فكاف واحد اروح ابص، ركز معايا بقى كتصميم، اروح ابص على قيمه العزم عندي. فتلاقي ان العزم هنا عندك ايه؟ قيمته كام؟ 3.5 متر. وبص بقى لو تلاحظ ده فرق الريليز اللي اتعمل. ان العزم هنا طالع ايه؟ ده بص على 8، انما العزم هنا طالع عزم ايه؟ ده فكره الريليز بشكل عام يا شباب، انت فاهم حاجه؟ وبالتالي عزم هنا 3.5 متر هروح جالي على ايه؟ على الاكسل شيت. واقول له اليلد والجريد بتاع الخرسانه او جهه الخرسانه، واقول له عرض الكاميرا قد كده بي سمول، وعرض الكاميرا كفلانجه هتبقى برضه اعتبر ان هي دايما ار سيكشن، واقول له دبس الكاميرا كام؟ لو سمك الكاميرا 60 سم يبقى دبسها كام؟ 57 سم ونص. مش احنا بنشيل 2 سم ونص يا استاذ باشمهندس؟ يبقى كام؟ 57 سم ونص. وقلت له العزم بتاعك مثلا كان 3.5 طن متر، اضرب عينك هناك، محتاج حد قد ايه؟ سيف ولا ان سيف؟ تجري على اللوحه بتاعتك وتخش على الجدول المحترم بتاعك. لو انت فهمت الجدول ده انت فهمت التصميم بتاع الكاميرا بشكل عام. صلى على النبي. اول حاجه نكتب هنا النموذج، بعد كده تلاقي ان انت عندك التسليح السفلي ده متقسم خانتين الف وب، الف ايه وب ايه. الف ده الحديد اللي هيكمل من الركيزه للركيزه، وب لو انا هوقف. امتى ما ينفعش اوقف؟ لو الكاميرا احتاجت سخين بس. انما لو احتاج لان انا على الاقل عندي في ايه؟ سخين هيكملوا اكيد في الكورنر من ركيزه لركيزه، صح كده؟ الله ينور عليك. وبالتالي لو هي سخينه بس يبقى مش اقل حاجه، لما لو اكتر ممكن ايه؟ ممكن ان انا اوقف. طب انا الكاميرا عندي كانت كف واحد، احتاج التسليح كام؟ 2.16، يبقى احط هنا ايه؟ صفر، مفيش هنا حديد. والحديد لما اجي ارسمه هيوصل من الركيزه للركيزه. طب بالنسبه للتسليح العلوي، ده تسليح تعليق كمان. والعلوي شمال لو عندك عزم سالب. لو الكاميرا الحديد الرئيسي بتاعها 2.16 يبقى تاخد تعليق كانت كام؟ 2.12. هل الكاميرا السيمبل ليها عزم سالب؟ لا. الكاميرا السيمبل دي سرعه 8، بالتالي العزم السالب هنا بكام؟ بزيرو. يبقى الحديد بتاع ده الشكل بتاعه.
تمام كده مفهوم يا شباب ولا لا؟ طب انا خلصت كف واحد، تعال نخش على كف كام؟ كف اتنين. الكاميرا اللي بعدها دي تاخد نموذج واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة كتسليح؟ الكاميرا دي خلاص دي يبقى نموذج كام هنا؟ تلاتة. نموذج تلاتة. يبقى دي تاخد كف كام بالسنس اكيد؟ احنا بدنا كف واحد يبقى ما تلخبطش نفسك بقى بين الموديل بتاع التسليح والارقام واحد اتنين والف ب. لو دي كف واحد يبقى دي كف كام؟ ودي تاخد كف كام؟ وهنا بقى السؤال، لو انت جيت ضربت عينك في تفريد الحديد هنا للكاميرا الكونتينوس هتلاقي ان احنا بنفرد حديد للكاميرا اللي في الاول خالص على اليمين وحديد لكاميرا في النص وحديد لكاميرا اللي في الاخر خالص على الشمال. ده معناه ان الكاميرا الكونتينوس تاخد كام نموذج يا شباب؟ ثلاث نماذج. البحر اللي على اليمين ليه نموذج لتفريد حديد معينه وكل الكونتينوس هتصمم على نموذج واحد، العزم الاكبر من كله موجب وسالب، والاخير خالص هتصمم على ايه؟ على العزم بتاعها. مفهوم القاعده ولا لا؟ نبدا بسم الله. تعال نروح نبص على الايه؟ على ركز معايا في دي بقى. تعال نبص على الكاميرا كف 2، كف 2 العزم الموجب بتاعها كام؟ 2 و6. العزم السالب بتاعها كام؟ اخد ال 3 و9 ولا ال 4 و9 كريتيكال؟ ال 4 و9. فتقدر تحط 2 و9 عندك على الاكسير تلاقي ان هي برضه مساويه على كام؟ برضه مساويه على 2 فاي 16. طب وال 4 و9 مساويه على كام؟ قول 5 مثلا، برضه 2 فاي 16. فتقول له الكاميرا دي يا باشمهندس العزم الموجب بتاعها احتاج 2 16 والعزم السالب يحتاج كام برضه؟ فتروح تقول له كف 2 ادي الموجب 2 16 مش هوقف منه حاجه، وادي تعليق كانت وادي العزم السالب. معايا هندسه ولا لا؟ تعالى نخش على البحر الداخلي اللي هو كف 3. هتمسك كل البحر الداخلي وتاخد اكبر ايه؟ عزم موجب وسالب. العزم الموجب عندي الاكبر فين؟ 3 وشويه. والسالب كام؟ سالب 3 وشويه. برضه دول هيحتاجوا حديد قد ايه؟ نفس الكلام. يبقى اروح اقول له بالنسبه لكف 3 ها 2 16 2 16 وتعليق كانت 2 12 ومفيش حديد هيقفل. بالنسبه لاخر بحر الناحيه الثانيه يا باشمهندس يا محترم، تلاقي ان عندك هنا عزم موجب ما عندكش عزم سالب شمال. بالتالي تلاقي ان كف 4 دي واخد حديد 2 فاي 16، دي صفر مفيش توقيف، 2 12 وهنا مفيش عزم سالب. تمام. مفهوم يا باشمهندس الكلام لحد هنا ولا لا؟ ها؟ اكيد؟ طب خلاص احنا كده خلصنا دي كف 2 تلاتات 4. دي تاخد كف كام بالسنس؟ عشان دي نموذج واحد ولا 2 و3 ولا 4؟ اللي عند السلم دي؟ اه كف واحد. كف واحد؟ ها؟ صح؟ لا موديل واحد. دي تاخد بقى ايه او ايه؟ على حسب ما بنشوف الموديل. ايوه يبقى لا اما كام لا اما كام. لو هو قريب ايوه يبقى كف كام؟ هيبقى كف واحد. صح. لو هو بعيد يبقى كف مختلف، يبقى كف جديدة اللي هي كف 5 اللي هي ما تبصش هنا بقى خلاص يبقى كف 5. صح كده ولا لا؟ طبعا بالسنس هي هتبقى قريبة ولا بعيدة؟ بالسنس طبعا قريبة يا باشمهندس كمان. المفروض ان انا عندي نفس الطول وشايلة من ناحية واحدة، وبالتالي رحت وسطت على العزم بتاعك تلاقي ان هنا ايه؟ 3 وشوية برضه 2 في 16. فتروح الاثنين الناحية سميناها كام يا شباب؟ كف واحد. كف واحد برضه. يلا بالنسبة للاكس ده انا كده خلصت اول اكس ماشي في اتجاه الاكس اهو، تاني اكس اهو، ده موديل تسليح واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه؟ تلاته. طيب انت بالسنس دي تاخد كف كام؟ او انت قصدك كف اتنين زي دي؟ صح؟ او ايه؟ او كف خمسه. على حسب العزم ده لو قريب من العزم ده ان الفرق سيخ واحد فكله ده ياخد نموذج جديد. اسف نفس النموذج معلش. انما لو العزم ده عدى العزم ده بسيخ او اي عزم جوه عدى اي عزم جوه بسيخ يبقى نموذج مختلف. كف 5 6 7. تمام. طبعا السنس بيقول ايه؟ انه هيطلعوا قريبين ولا لا؟ اكيد انا دايما بعتمد على السنس وبخسر. دايما بخسر للاسف الرهان. باين جدا ان هي اكيد نموذج مختلف. سببين، السبب الاولاني ان دي كاميرا داخليه فشايله يمين وشمال. السبب الثاني ان دي كاميرا مين وشايله كاميرا سكندري كمان. انا احب المركز كمان. صح. فانت تروح تبص هناك يا باشمهندس تضرب عينك بس من غير ما تتعب نفسك. وهات اكبر عزم سالب هنا وموجب هنا. فين اكبر عزم يا باشمهندس؟ شايف ال 10 ونص دي؟ او ال 10 و9 دي؟ ايه رايك لو رحت على الاكسل هناك وقلت له العزم هنا 11 عينك معايا هنا. لو الاكبر عزم فضل وزن السيخ كفرق يبقى كل ده نموذج قديم. لو عدى السيخ نموذج جديد. عدى السيخ ولا ما عداش؟ عداش. يبقى ايه؟ يبقى على طول دي كف كام جري تروح على لحظتك تلاقي دي خدت كف كام؟ 5 كل ده 6 ودي كف 7. لو بحر واحد بس
ما ظبطش معاك كل نموذج جديد، يعني انت مش هينفع تعمل ايه؟ ينفع تقول له دي كانت 5 ودي مثلا كاف 3، انت بتعد ازاي؟ هو الحداد نفسه اللي كان موجود معانا من شويه هيضحك عليك برضه. صح يا باشمهندس كمال ولا حد ليه مشكله؟ طب دي تاخد نموذج مثلا خلاص 5 6 7، دي تاخد كاكس كموديل تسليح 1 2 3 4 خلاص 3 كاميرا كونتينوس، تاخد بالسنس ايه؟ على حسب. نروح نضرب عيننا على الايه؟ على الموديل بتاع السيف. هتلاقي الموديل بتاع السيف هنا ايوه نح 12 وشويه، يبقى برضه هتاخد كل ده نموذج ايه؟ نموذج جديد برضه. معايا شمسين ولا لا؟ طب انا خلصت الاكس ده، خلاص احنا بنتكلم عن الكونسبت بقى، احنا حطينا كده القاعده خلاص يعني. فروحت لقيت ان دي خدت كام فعلا؟ 8 9 10 وان دي فعلا خدت برده كام؟ على حسب العزم بقى 11 12 13. دول ياخدوا ايه؟ مبدئيا دول كده موديل واحد ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ انا اللي عند الفتحه دي؟ اه أنا موديل من دول كتسليح؟ ديت كانتليفر. كانتليفر ازاي بقى؟ عشان انا دايما بتتقال لي المعلومه دي، ما اعرفش انا ما اعرفش مش شايفها ازاي. يا ريسد على حاجه. اه ريسد على حاجه، يبقى ايه يا باشمهندس؟ يبقى كابولي؟ لا يعني ريسد من ناحيتين. يعني كاميرا بحرين. يعني موديل 2. ها؟ صح ولا لا؟ هل احنا قابلنا من اول ما اشتغلنا موديل 2 في التسليح؟ يعني التفصيله دي قابلتنا خالص ولا شغالين؟ يبقى انا مغمض نموذج جديد. طالما التفصيله دي ما قابلتكش اصلا وانت شغال نموذج جديد، تروح تلاقي ان فعلا دي خدت كام وكام؟ كف 14 15. والتاني تفريت الحديد هنا عامل ازاي؟ بالمناسبه انت لو هتوقف جزء من المساحه تلاقي ان انا عامل لك هنا كانديكيشن ايه؟ ان في جزء واقف وجزء مكمل. وانا ده هو تحليل تعليق الكنات، وده هو الايه؟ اللي هيغطي العزم السابق. خلصت يا باشمهندس نمزجت كل الكاميرات اللي في اكس، هتخش على الواي بنفس الكونسبت. انا شغال عربي من اليمين للشمال وباصص للوحه من هنا، يبقى دي اول كاميرا بالنسبه لي ودي اخر كاميرا بالنسبه لي من يمين للشمال. ونفس المبدا، انت ممكن تسمي كاميرات في اتجاه الواي نفس نموذج في الاكس، نفس المبدا. انا اهم حاجه ترتبط الايه؟ الشروط اللي احنا اتكلمنا عليها. فلو تلاحظ هنا لو انا جيت بصيت للوحه من هنا وعايز ابدا اكس اكس في اتجاه الواي، محور محور في اتجاه الواي، هتيجي تبص تضرب عينك هنا تلاقي دي خدت كف كام؟ نموذج قديم 5 6 7، وتخش على اللي بعديه كف 21 وتخش على اللي بعديه وهكذا. كده فكره تصميم الكاميرات على العزم فيها مشكله يا شباب؟ ها؟ اكيد؟ طب كده انا فاضل لي ان انا اصممها على ايه؟ على الشير. انا احط لها الايه؟ الكلام بتاعتها ما تسعش خالص ولا لا؟ كنا بنتكلم على الشير لو الناس فاكره لاي كاميرا، يعني المفروض كان بيكون ده شكل الشير عندي. لو مثلا الكاميرا بتاعتي كانت كاميرا سمبل فكان بيكون ده شكل الشير بتاعي، صح ولا لا؟ وكل ما احنا بنصمم الكاميرا على الشير كل ما بنقول ان احنا بنحط هنا كانت تغطي قيمه الشير ستريس اللي موجود، وبنبدا نقلل الكانت في النص عند الزيرو. ايه؟ عند الزيرو شير، صح ولا لا؟ يعني احنا بنكسر في البدايه والايه؟ والنهايه عند الماكسيموم شير ونقلل في النص. طيب تعالى نصمم الكاميرات على الايه؟ على الشير ستريس اللي هي عليها ونشوف محتاجه كانت قد ايه. هتروح تبص على الكاميرا بتاعتك تاني، بس بدل ما تظهر العزمه هتظهر الايه؟ الميجور شير، واقول له ابلاي. بص بقى يا سيدي، الشير مش بنصممه بنفس الفلسفه، امال انا بضرب عيني على اكبر كميه شير موجوده واروح ادخلها على الاكسل. لو دي احتاجت المينيموم يبقى كله احتاج المينيموم، لو دي احتاجت اكبر من المينيموم هفضل اتحرك واحده واحده لحد ما اجيب الايه؟ اللي هيحتاج المينيموم كل مره واحده. يبقى عندي مثلا كمرتين ثلاثه صممتهم على الشير والباقي كله خلاص محتاج الايه؟ المينيموم، ايا كان العدد عندك هيطلع قد ايه يعني، بس مش هتروح تمسك كل كاميرا تشوف الشير بتاعها. مش هنعمله. معايا كده؟ زي الفل. لو انت ضربت عينك هنا فين اكبر شير موجود تقريبا؟ ممكن نعتبر ده مثلا قيمه الشير هنا كام؟ 9. تعال نروح على الاكسل ونخش على الشير بتاع الايه؟ بسم الله بتاع الشير. اقول له والله انا جريد الحديد عندي هنا كام؟ تسال نفسك هنا سؤال، هو انت هتشتغل كانت فاي كام؟ لو هتشتغل فاي 8 يبقى انت مايلد ستيل، طالما مايلد ستيل يبقى 240. لو هتشتغل فاي 10 وانت طالع يبقى انت ايه؟ هاي تنسايل يبقى كام؟ 350. انا شغال فاي 8. طب وجهاد الخرسانه هتقول له 250.
بعد كده تقول له شير فورس عندي كانت كام يا شباب؟ 9. وعرض الكاميرا عندك كام ملي؟ 250 ملي. ودبس الكاميرا كام ملي؟ 570 ملي، اللي هي 60 سم شيل منها 2 سم ونص، تقريبا 575 ملي. وتقول له ان انا هشتغل الكاميرا طالما عرضها 35 سم فيما اقل فانا هشتغل فرعين. فتضرب عينك هنا تلاقي انه محتاج كام فاي 8؟ 5 فاي 8. طالما احتاج 5 فاي 8 يبقى كله هيساب على كام؟ 5 فاي 8. فتروح جري على اللوحه بتاعتك وتقول له الكنات كلها للسقف عندي كام؟ 5 فاي 8. بس طبعا هنا احنا ما اتعلمناش حاجه. تعالى نغير الرقم نفسه. لو جيت هنا قلت لك مثلا ان قيمه الشير عندي وليكن كانت 14 طن. احتاجت كام؟ 9 فاي 8. احط في الجدول كام؟ هو ده السؤال. بص يا شباب، المفروض ان القيمه اللي بنحطها في الجدول بتاع الكاميرات ككنات بنحط القيمه الكنات اللي هتتحط قبل التكثيف اللي في نص البحر. بعد كده بنضرب الكنات اللي قبل التكثيف دي في مره ونص في اول متر واخر متر. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني دلوقتي الكاميرا احتاجت عند الماكسيمم شيل بتاعها كام؟ 9 فاي كام؟ 8 في المتر. يبقى انا احط في نص كام؟ 6 فاي 8 في المتر. عشان لما تيجي تكثف هتضربها في كام؟ في 1.5. يبقى كام هنا يا باشمهندس؟ 9 فاي 8 في المتر. وبكثف بطول قد ايه؟ اول اسف كده تبقى 6 اصح. اول متر واخر ايه؟ متر. شايف من كلام ايه؟ انا بحط لك قيمه الكنات هنا لكل كاميرا. واكتب لك في الملاحظات ايه يا شباب؟ عينك معايا هنا كده. كانت جميع القمرات 5 فاي 8 في المتر، ما لم يذكر خلاف ذلك، ويتم تكثيف الكانات لتصبح 8 فاي 8 في المتر في المتر الاول والاخير من القمر، اللي هي عند المقسم ايه؟ عند المقسم شيء، مفهوم القاعده دي ولا لا؟ يبقى تاني، انا لو رحت دلوقتي مثلا قلت لك ان الشيء يحتاج في الاكسل كانات 10 فاي 8 في المتر، احط في الجدول كام؟ لو الشير في الاكسل احتاج احط كنات 10 فاي 8 في المتر، احط في الجدول كام فاي 8 في المتر؟ المفروض احط 7 فاي 8 عشان لما اضرب في مره ونص يبقى كام؟ يبقى 10 فاي 8. مش احنا قلنا مش قلنا نمسك الكاميرا القيمه اللي بتطلع في الاكسل شيت من 7 ل 1.5 دي نحطها في الجدول عشان انا بقول في الملاحظات انك هتكثف تضرب الحديد بتاعك وكرامتك في مره ونص في اول متر واخر متر. يبقى انا لو القيمه عندي طلعت 10 احط 7 في الجدول، لو القيمه طلعت 9 احط 6 في الجدول، لو طلعت 8 احط 5 في الجدول. حد فاهم حاجه ولا لا؟ يبقى انا اخر كام؟ لو كله ياخد نفس الرينج، اخر اللي يطلع معايا كانت 8 فاي 8 في المتر. لو طلعت معايا اقصى شيء 8 فاي 8 يبقى كل ده 5 فاي 8، لانه لما يجي يكثفه هيخليه 8 فاي 8 فما تروحش تصمم. انما لو القمر عدت ال 8 فاي 8 ساعتها تقسم على 1.5 وتحط في الجدول بتاعك لحد ما توصل للرينج بتاع كام؟ ال 8 فاي 8. كل اللي تحت ده خلاص ايه؟ هيساب على المينيموم اللي هم 5 فاي 8 في المتر. كده مفهوم القاعده دي ولا لا؟ طب نسال نفسنا سؤال ثاني. على سبيل المثال الشير عندي هنا كان مثلا 16، احتاجت كام يا شباب؟ هل ينفع نحط اكتر من 10 كانت في المتر؟ ايه الحل؟ بنزود الفاي 8 اخليها فاي كام مثلا؟ يبقى احتاجت كام يا باشمهندس؟ كده في حاجه انا ناسيها ولا زي الفل؟ 7 فاي 10 كده هتكسب بقى هو كده في حاجه انا ناسيها ولا لا؟ ما مش ناقص ايوه نسيتي ايوه انا بروح اقول له يا باشمهندس بص هو الحركه اللي جايه دي اقول له كام؟ حد شايف الكنات بقت كام؟ يبقى احط في الجدول كام؟ يبقى خلاص هو خمس ولما يجي يكسف هو يكسف 8 حتى لو انت مش محتاج. تمام مفهوم القاعده دي ولا لا؟ حد هنا في مشكله؟ اكيد. اوكي نسال بقى نفسنا سؤال تاني. لو انا رجعت هنا وقلت له لا والله اصل العزم بتاعي ده ما كانش 11 ده كان 40، الكاميرا بقت ايه دلوقتي؟ الحل الكاميرا انصيف. نحلها ازاي؟ العزم كان كبير قوي. ها؟ هنزود دبس طبعا. هنزود دبس يا باشمهندس انت هتخترع لنا حاجه ثانيه، اكيد هنزود الدبس طبعا، الثقه دايما بتبقى حاجه ممتازه جدا. انا كده هنزود الدبس صح عشان توصل لا؟ ايه هنزود الدبس؟ اكيد طبعا مش هنعمل كده. هنزود حديد يعني؟ لا. مفيش حاجه اسمها ان انا ازود حديد في القطاع الانصيف.
الا بقى لو هتسموه كدبل رينفورسمنت يعني. لو القطاع بتاعك عود نفسك بقى دايما فاكرين فكره ان انا احل حل من غير فلوس، فكره الكاميرا والتحديد اللي كان عارف الديفليكشن حل مش هيكلفني جنيه. نفس الكلام لو الكاميرا طلعت انصيف الاول حضرتك تشوف هي هتنفع تي ولا ايه ولا لا. هي لو تنفع تي سيكشن ولا سيكشن مجرد بس حضرتك ما جيت زودت البي فلانج دي شويه. على فكره كحسابات البي فلانج دي ما بتقلش عن متر تقريبا، انت لو خليتها بس 50 سنتي بقت سيف. ولا زودت دبس ولا زودت حديد. مجرد غيرت القطاع بس. انت مجرد بس منطقه البي سيكشن او تي سيكشن او ال سيكشن. انا دايما بشتغل كتصميم ان القطاع كله ار سيكشن. مجرد ما يطلع ار سيكشن اشوف. لو العزم بتاعي موجب والشد تحت والضغط فوق يبقى ينفع تشتغل تي او ال. يبقى هتطلع سيف. لو العزم بتاعي سالب والشد فوق والضغط تحت دي كده خلاص بقت ان سيف. لو الكاميرا بتاعت ان سيف والعزم بتاعها موجب قدامنا حل من الاثنين درسناه في الكليه، يا اما شغاله تي او ال يا اما احسبها دبل رينفورسمنت. انما لو طلع العزم بتاعها سالب وان سيف ما عندكش حل ثاني غير انك تزود الدبس بس. يبقى اول ما تطلع كاميرا ان سيف تعمل ايه؟ شوف ينفع تي ولا ال ولا لا. معايا يا فندم الرقه؟ حد هنا في مشكله؟ وصل العمليه؟ اوكي. حد عنده اي مشكله في تصميم الكاميرات؟ اكيد؟ اوكي.